هناك رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان اتباع الحق وقول الأعمال. هذا كلمة من الإمام وليس مقصودنا الآن تكلم حول هذه الكلمة، وإنما مقصودنا تكلم حول الكلمة الأخرى، وهي إن أخوف ما يخاف على الطلبة اثنان، لا اتباع الهوى وطول الامل. على تفصيل طويل في هذه الكلمه مرتبط بكل البشر، اما كلمتنا نحن مربوطه بنا، وهي ان اخوف ما يخاف على اهل العلم اثنان، الاول التنازع والثاني الجمود. هذا اخوف ما يخاف على رجال الدين. اما التنازع ويجب أن نعرف أن قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا أروع كلمة تقال بهذا الصدد وهذه الفرصة. لماذا أروع كلمة؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الإنسان كل إنسان له شخصية وله هدف. أنا كمحمد لي شخصية ولي هدف. التاجر له شخصية وله هدف، الموظف له شخصية وله هدف. كل إنسان هدف في الحياة، وكثير الناس كلها هدف. لا الذين لهم هدف في الحياة، هدفهم التجارة والارتفاع والاقتصاد، أو هدفه الارتفاع الخطابي أن يكون خطيبا لامعا، أو هدفه الارتفاع العلمي أن يكون عالما مرموقا، أو أن يكون موظفا كبيرا. الإنسان الذي له هدف له شخصية وهدف. كل إنسان بقدره. الشخصية عبارة عن ريح الإنسان، لأن الإنسان شخصه لا ينتشر في الفضاء، وإنما شخصيته تنتشر في الفضاء كالريح. إذا هنا كلمة عطر، هذه القليلة هي تنتشر في الفضاء، أو العطر الذي فيها ينتشر في الفضاء. العقل الذي فيها أنا كمحمد شخصيتي شخصي واصل إلى الأحمدي برغان أو إلى قوم، أو شخصيتي واصل. الشخصية كالريح، الله سبحانه وتعالى شبهها بالريح، وأفضل تشبيه هذا الشيء. وإلى الشخصية شنو؟ شخصية في الأمور المعنوية كالريح في الأمور المادية. وإلا صدرًا يزيد والحسين عليه الصلاة والسلام. شنو من يزيد واصل إلى الكويت وشنو من الحسين واصل إلى الكويت؟ ذاك الحسين وذاك الهجرة، وإنما شخصية الحسين الخيرة وشخصية يزيد المنكر وأخلاقه. الفرق أن الريح المادي إنما هو يسير فسير الماديات، أما الشخصية المعنوية تسير الروحيات. يعني أن قنينة ريحا قبل 1000 سنة لا يصل ريحها وعطرها إلى هذا الزمن، أما الشخصية تصل. فكل إنسان له شخصية هذه تنتشر في الفضاء كالريح، لكن ذاك مادي وهذا معنوي. وهنا أعتبرت منطق طويل عريض في الفلسفة أن المقولات المادية بإزارها مقولات معنوية، تفصيل طويل نذكرها بالفلسفة ولا علينا على بالفلسفة. الكلام في أن الشخصية كل إنسان له شخصية. فرضا أنا كمحمد شخصيتي 50%، زيد شخصيته 80%، عمرو شخصيته 30%. فإذا وصلت أنا إلى القمة يصير شخصيتي 100%، وإذا وصلت إلى الحضيض يصير شخصيتي 100%. تحت الصدر شخصية يعني الحية. النزاع، عدم النزاع يسبب أن الإنسان الذي له 50 يصل إلى 100، يعني يصل إلى هدف. أما النزاع يسبب أن 50 ينزل إلى القفص. ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني ما تصلون إلى الهدف. يعني أنت 50 ما تصل إلى 100. فشل شنو معناه؟ تاجران تنازعا في السوق، هذا التاجران لا يصلان إلى هدف. حكومتان عربيتان تنازعا لا يصلان. فيبقيان في ارتفاع 50 لا يصلون إلى الهدف، ولهذا فتفشلوا. الأول شيء يعني ماكو صعود بقى، ثم وتذهب ريحكم تصير نزول. ولهذا الله أخر وتذهب ريحكم، يعني من هال50 عام ينزل تحت الصفر. وهذه حقيقة ملموسة في كل الطوائف. اليوم بصوت الخليج كنا نتفادى على أنه في الكويت شاب كان يحب فتاة يتزوجها، فتعلقت به فتاة أخرى، فتنازعت الفتاتان، الرجل انسحب عنهما جميعا. الشاهد في أنه فتفشلوا أو تتفشلوا. وتذهب ريحكم معناها الشخصية الموجودة هذه تذهب، يعني تتحطم حتى تصير تحت الصدور. وليس معنى أن لا ينازع الإنسان أن لا يبدأ بالنزاع. قال من بريان بكربلاء رحمه الله تعالى: إلا طيبين ما تطيبين قالوا بكربلاء إذا نتنازع المنبر مال كلاهما سقط سقوط، فانتزاعهم أحقار لعب المباسطة. الإنسان اللي يريد يجيب خطيب حتى يعرف مشتبه، أما إذا شاف نفس الخطيب بصحبه النبي عليه الصلاة والسلام اتصاب بالخطيب آخر مو مسعى الجديد. وكان في كربلاء عالمان الله يرحمهما كليهما ماتوا، عالمان الحقيقة أحدهما عالم جدا كبير ومعلومات واسعة، وإذا ذكرت اسمه سمع الأصدقاء يعرفونه أو يعرفونه معلمات. لذلك اليوم في سوق البزازين مال النبي عليه الصلاة والسلام تنازع على حد السباق، على أنه هو شريبات رحلة بيضاء. الحقيقة سقط عن الاجتماع سقوط قائم، حتى من واحد منهما أحدهما ضيّع له صلاة الجماعة والدرس. الدرس درس لأن بنفوس جماعة بلد، أما صلاة الجماعة ترجوا له ولا واحد صلّفته ولا واحد يصعد الفجر بعد عن أخير لكم يا الله يرحمه. ويا له كسب من الفلوس، أراد يجمع طلبة وطلبة، الفلوس الطلبة اجتمعوا لدرس، وهو مخالف لشيء. لكنه بالنسبة لصلاة الجماعة خرج له حسام بن الحسين ليلة صلى، لكن صلى شب أحد ما أجى بعد حادث سوق البزازي. الشاهد على أنه مع العلمين عين، سيادة سيادة، شيبة شيبة، شخصية حكومية شخصية حكومية كانت، لكن حقيقة شيء عجيب ولا واحد صلى. ليه يقدنا يعني خلوا هذا خلاص ما يجوز. فالمهم في الموضوع هو أن لا ننازع، المهم في الموضوع أن لا نرد على النزاع، لأن لا ننازع ما قد منك أو منه، سواء كان الذنب ذنبي أو ذنبه. اثنين أجوا في العقل شافوا اثنين بتواصلوا صح هذا الكلام، لكن يقولوا شو يقولوا هذا بالحقيقة أخطر ما يخاف. فرد خطيب شهير جدا من كربلاء، هذا بده يتأسس على الزيني ويتقي شاه تباسطه أو شبه تباسطه. تقي شاه كان بالرجل قال أنه شيوعي وقال أنه إنجليزي وقال أنه ما أدري شنو، لكن هذا تقي شاه مسافرش شيء غريب. وفرد خطيب محترم بده يتأسس على الزيني في ليلة رمضان اتنازع على عبد الله، بس تقي شاه لا بأس على الرجل شيوعي وإنجليزي لأن كان معروف أنه هو مشروعي وإنجليزي. الخطيب مو كربلاء، الخطيب ما تمكن أن يضبط أعصابه، عنده هو قرع الشيوعية، شكله ما تقرع عن الحداثية، صرت مباسطة والله، صرت عجيب غريب. هذا الحدث انتشر في كربلاء حتى حسب علمي تنازل منابره، يعني كان عنده مثلا 50 منبر صار عنده 10 منابر. المهم في الموضوع هو أن الإنسان لا يبدأ بالنزاع. فالحقيقة الشيء يأكل أقودية كلهم يبتلون به بأي خطر طويل ومنطقة ومركز النزاع أقصى بلاد إفريقيا إلى أرض البلدان أو معممات أو خطيبات يتنازعون. وفي الحقيقة يحتاج إلى أكبر قدر من ضبط الأعصاب على النزاع، لأنه في كثير من الأحيان الإنسان يقدر النزاع، لكن مرة 5 6 7 8 حتى يضيق صدره فينفجر. شنو معنى صار؟ معنى صار تنازعوا. هذا من أخطر ما يخاف على أهل العلم في مختلف المستويات. إن أسوأ ما يخاف على أهل العلم قلنا اثنان: الأول النزاع في تفصيل طويل له وكل الامراء في اي بلد او اي منطقه او اي بطن او اي ريف. اول الشهر نزل عن هذا العالميات من عند ذاك العالميات، وكلاهما نبيهما واحد وإلههما واحد والشهود واحد. الناس تنفر الصياح والرياح وضجه وصداع وما أشبه. خطيبان في قطر بينهما نزاع وصداع ومباسطه وما أشبه، وكل يشي ضد الآخر. أما الذين يتمكنون من ضبط أعصابهم فهم قليلون جدا وجدا. وقلنا ليس كلام نارا في الحق والباطل، مهما كان الحق ومهما كان الباطل. الله ما قال لا تنازع مبطلا مثلا، قال ولا تنازعوا. تنازعوا يعني سواء كنتم غطوا مبطل، اذا صار هذا شيء فتفشلوا وتذهب اريحكم، تفشلوا عن الهدف وتذهب اريحكم حتى الشخص الموجود مخلص. هذا شيء من اخره المؤلفات. الشيء الثاني الجمود، وهذا ايضا في الحقيقه ابتلاء وضع يبتلى به اهل العلم ابتلاء عجيبا في الجمود. الانسان دائما الشعر يقول سافر اذا حاولت كدرا، صار الهلال فصار بدرا، والماء يكسب ما جرى طيبا ويخبث ما استقر، وبنقلها الدرر المنيره بدلت بالبحر نحرا. دائما الله سبحانه وتعالى جعل التقدم في الحركه والقرار. الحركه في اي بعد من الابعاد، بعد الكمي او بعد الكيفي او بعد الايني او بعد الفعلي او بعد الانفعالي، لانه المشهور عند الفلاسفه والحكماء والمتكلمين ان الحركه تكون الاعراض التسعه، وقد اضاف الملا صدر على ذلك الحركه الجوهريه فصارت امور العشره حركة عشر أقسام. التمر أول ما يبدو لون أخضر، ثم شنو يصير؟ ثم يصير أصفر، هاي حركة. حركة شنو؟ بالجيش مثلا، لأن الأخضر ثم الأصفر ثم الأحمر ثم الأسود، هذا حركة بالجيش. وعلى مثال تدريب تفصيله مذكور، باستثناء الحركة الجوهرية التي هي من مبتكرات ولا صدرة تجريد، وهذول يقولون مو معقول. أما ملا صدرة يدرس الحركة الجوهرية ويقولون أنه سبق أينشتاين في هذه الفكرة. ملا صدرة كان أينشتاين هم أيضا يقول بالحركة الجوهرية نفس الشيء، ولعل أينشتاين ماخذ من ملا صدرة، يعني كل اسم ملا صدرة مترجم إلى اللغات الأجنبية خصوصا الأسفار. على أي تقدير ما علينا بالكلام. الكلام الآن في الجمود. اسم من الناس هؤلاء شبههم الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في الجهاد، هذا خبر موجود بعض بلاد البلاغه ايضا، كحمار الطاحونة. سابقا الطواحين كانوا يربطون بها الحمر، حمار الطاحونة 100 سنه اذا يمشي كم مقدار تقدم ان شاء الله تعالى؟ نفس الى 1000 سنه يمشي نفس، لأن هذا جعل لنفسه مدار خاص، مداره من المدرسة إلى المسجد إلى القراية إلى مدار التناول. شايفين قسم من الشيء لا في بريد الله رحمه الله تعالى إلى 50 سنة يحضرون القراءة، لا يعرفون إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غابوا. قبل القراءة يجلسون ويشربوا شاي، لم يتقدم شيء ولم يتأخر شيء من معاجزه. وكذلك في كربلاء وفي كل مكان كانوا أشقى ناس. هؤلاء مبتلون بداء الجنون. بعد 5 سنوات شنو هم نفسش، بعد 10 سنوات شنو نفسش، بعد 3 سنوات شنو نفسش. ففي الحقيقة كسر خوف الجنون هذا كلش صعب. أنا أفكر في هذا شيء كثيرا، أن الإنسان يكسر فوق الجمود ويجعل نفسه في القطار، في قطار الحركة، لأن الحياة أجد قطر للحياة. قطار قسم منكم كثير منكم شايفين ولعل بعض ما شاء. قطار فرد شيء غرف مثل الغرف 50 60 100 70 30 20 يربطوه بالقاطرة ويجعلوه في الخط الحديدي ويمشوا. إن شاء الله تروح إلى العراق أو إلى إيران أو إلى لبنان. الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن لا يكون جامدا يجب أن يجعل نفسه في القطار. أنتم إذا خارج القطار وتريدون أن تسيروا إلى القاضية من كربلاء ما تسيروا. يعني تكون القطار. أنا أذهب في كربلاء بلد معلم من أبسط المعلمين واقع من أبسطهم. هذا المعلم في ذات الليلة صعد المنبر عند صلاة اسم محمد طاهر الله يرحمه والد اسم محمد علي صعد المنبر لصدارته ملابس الصدارة ملابس الخرافية اشتهر في البلد أن هذا الإنسان تجلى واحد معلم وصل السابق المعلمين كانوا شوي أبعد عن الموازين وقصة طويلة معلومة. هذا صعد فجأة من بعد صلاة محمد طاهر الصحن وأمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر. فاشتهر في البلد الجنون. وفي الحقيقة يقولون الفضيلة تمشي مشي السلحفاة. أما الرذيلة تمشي مشي البرق رفعت. يعني أنتم حتى تثبتوا أنفسكم عاقل وحكيم ويفهم 20 صريحة. أما إذا تريدون أن تثبتوا أنفسكم مجنون أو أبسط الأشياء. روحوا إلى جوهرة الخليج، شوفوا الفكي علي وذولا، ما أدري في أين، لكن معروف. انزلوا كل ملابسكم، شقلبوا 20 شقلبة. صدقوا إذا رايحكم إلى السعودية قد بعد يومين مشهورة فقد مجنون، أوه هذه الشقلة. جرائد تكتب عنها، ففي يومين مجنون خلاص. أما كم وقت تحتاجون حتى تثبتوا أن أنفسكم عاقل؟ 50 سنة. الواقع يعني دائما الفضيلة تمشي مشى السلحفاة والرذيلة تمشي مشى البرق في أي لون من ألوانه. في شارع الجهر صافي هو يطرد مرة الجهر وتعانقوا معه خلاص. على قول الفارسي ومجيد عرفنا إذا ننظر لأن العرب سابقاً حدث الحسن هنا فلسفة. العرب سابقاً جاءوا وذهبوا إلى جميع أقطار العرب. فما كانت به العرب ما غرم الروم هذا ما كان يعني. فهم جايين يرزق عرب ميزن أنداخت يعني فالمكان اللي ما فيه أي كناية مثل ما وراء وقدم غريب خلاص. فالإنسان هو هذا المعلم اشتهر في البلد أنه إنسان مجنون. وقف أنا عاقل وبعد ذلك ارتفع حتى صار خطيبا كبيرا من خطباء العراق وهو من السيد حسين الشكاري. هذا كان أقل مثال ومسدر أسر في إيران مشهور في العراق مشهور في البحرين والخليج في لبنان مشهور لأنه عرف كيف يركب نفسه على القطار. المعلم آخر أنا فرقهم في المكان جاب اسم سيد حسين شامي صار اسم سيد حسين شامي قال غرفتان للمخي مؤجرات. أنا قلت في نفسي قلت هو غرفتان للمخي مؤجرات مشهور قد أقل من 20 مليون 30 مليون أو 30 مليون حتى جيرانك ما تعرفها الفلوسة وشخصيتها معروفيتها ويقبلون الناس يدها ويعطوها فلوس كل مكان يروح محترم. تمكن أن يكسر طوق الجمهور بينما ألوف المعلمين ما تمكن. أكو أي معلم يحب الشهرة والفلوس والجمعة وكذا لكن ما تمكن. هذا معلم الجمهور كان عندنا رجل في كربلاء من أحباء سيد البروجيري الله يرحمه سيد البروجيري. أول ما أعطى سيد البروجيري للمشاهرة أعطى بيده. يعني أول ما أعطاه سيد البروجيري الجاري في كربلاء العسكري الحسن أعطى بيده. لكن هذا ما أعرف كيف يدخل المشاهد أربط وحطط وسقط وسوق بعد شهر مثل البوليك أخذ المشاهد أعطى له إنسان آخر يصلح المشاهد وإلى أن مات سيد البوليك المشاهد من ذاك الإنسان. الحقيقة معنى عدم الجنون أن يعرف الإنسان كيف يركب نفسه في القطار وكل قطار له لون خاص معرفة خاصة. أما الإنسان يريد التقدم وعدم الجمود بلا صعوبة وبلا أتعاب وبلا أي لون من ألوان المشقة والنصب هذا لا يمكن. الإنسان أول ما يتعمم يضحكون عنه قسم من الناس ما عندهم الجرأة يكون غير معاند. مثلا الناس عندنا برضه واحد من الخطباء الكربلائيين غير معاند. انا قلت له انه هو انت مشكور ايوه من المعاند. احد كانت الحقيقه الفرق بينك وبين الخطيب الابتدائي اللي ما يعرف جزء من 100 جزء من علمه. انت لازم تثبت نفسك من اهل العلم والعلم، وهو المعمم يجب ان يثبت نفسه من اهل العلم. ففي كربلاء يعتبر مشهورة كمان محترم هذا أصدقاء حيث يعرفوه في قرب حقيقة صحيحة. وإلى إيش كنا نتكلم؟ أنا حقيقة قرب عم مش عم زار كان زار ولا مكشر بعدين كان إذا عم وضع مكشر ما عدوش ولا هو يجري على أنه قلي أنا ما أحضر. الإنسان اللي يعرف يحفل اللي ما يضرب له قرش نسموه. الشاهد في أنه في الحقيقة أن الإنسان يركب نفسه في قطار الحركة ولا يبقى جامد، هذا يحتاج إلى نوع من الصعوبة بطبيعة. أما هذه الصعوبة لها نتائج طيبة. بس إن الناس لا يتحملوا هذه الصعوبة. تاجر، قاصر، بقال، بزار، عطار، أي لون من ألوان الحياة، عالم، خطيب، ما عندها كل. ويصير في أمر. أنا عندنا النائب في كربلاء الله يرحمه. اسمه سيد صالح بحر العلوم. هذا صالح بحر العلوم كان من ربع نور السعيد. كان في العراق حزبان في ايام الانتخابات، حزب الامه الاشتراكيه لصالح جبر الشيعي وحزب الدستور ونور السعيد السني، حزبان رسميان في العراق. ونسب حزب ايضا شبه رسمي للبارتي مال مصطفى برزان، لكن ما كان مال مصطفى برزان قبل الانتخابات. حزب البارتي كردي ويساعد نعطيهم نوع من التسجيل حتى انه شويه كردستان ياخذ فيه. على كل شغل صالح بحر العلوم كان من حزب يساعد حزب الدستور، وحزب الدستور كان حزب محترم قوي كما حزب الامه الاشتراكيه كان حزب قوي ومحترم. الى الانتخابات صالح جابوا الرحله نور سعيد دل على انه تعطيني وزاره، انا كنائب اريد منك وزاره. سعيد ما ركب من هذا زعل من حزب الدستور استقال ودخل مرجع انتقاما منه للزعيم ورجاء لان صالح جبران وعده بان يعطيه الوزاره. ورجع قلله لانه اشتكى بالترتيب هو ما راد يقول عن انت ما اعطيتني وشاهدك كذب. هو ما راد ان يقول انت ما اعطيتني الوزاره. انا اقول لك انا ابن السنه وانا الشيعي وانا اريد احمي الشيعي وصالح جبر الشيعي حل مناسبه زعل قال يا مسكين لا انا سني ولا هو الشيعي. فلا انا عن بلاد الانجليز الشخص اللي قال لك هو الشيعي وانا سني مش لا انا سني ولا هو الشيعي. فلا انا كذب فلا انا عن الانجليز هذا عجبه ولا شيء. بعدين قال الى احد اصدقائه تبني هذا الوش استقرار قال يا الله حزبنا ودخلت الحزب وما الاشتراكيه والله قال هذا كلام من الوزاره انا ما اقدر. صالح جبر وعده بالوزاره لكن اولا صالح جبر يبقي الوزاره. انا اقول لك لا صالح جبر ادفع انه يبقي من اختيار هذه الوزاره. هذا تكتيك حزبي واخذ افراد من عضوي. والثاني هذا ما عنده صلاحيه اداره دين. انا شلون اقيم الوزاره؟ والوزاره في ايام الملكيين مو مثل ايام السلطنات. وزارة تتكلم مؤهلات، معرفة أشخاص، استقبال، مدرسة، قضاء حوائج، تليفونات، بالليل، بالنهار، يركبون الوزير ولا الجنائز، مثل أقوم بمارس. في أيام الملكيين هالشيء كان، في أيام الملكيين الوزير أكثر الناس تواضعا، يخاف. مؤهلات والكفاءات، إذا ما عندك كفاءة يطيروك يعملوا لك. وبالفعل صالح جبر ما أعطى وزارة، بالفعل مو صالح كما قالوا لي لسان ولهذا ما صالح لإدارة دين. أنا أقول لإدارة المهم في عدم الجمود ليس أن الإنسان يتصور نفسه غير جامد، لا المهم يرى أنه حقيقة راكب القطار ويسير أو لا في مكانه. يقولون فرد وقت إلى الغرب إلى أصفهان يتبعون الآثار دخلوا في مسجد الشاه نظروا إلى مسجد الشاه خلف ربع ساعة وأخذوا التصاوير والطبعة من مراكز حساسة وعاشنا التصور تحية الجزء. هذا كان بعد اللي أرادوا أن يطلعوا ويخرجوا فريق واحد جاي حق فريق شايف انه خادم 60 سنه بالمسجد ولا تريدون ان تسالون من السؤالات شيء حتى اجيبه. قالوا له احنا في نصف ساعه عرفنا اكثر مما هو عرف في 60 سنه. اول ما على الزهر ولا قول على اصدقائنا في كربلاء فعلوا باب الله الاعظم صلاتهم مستحيل. حتى يقول لك باب الله الاعظم صلاتهم منحرين. قال احنا في نصف ساعه حقيقه هذا. في نصف ساعة الناس يعرفون من الرب 30 سنة لكن زمن أكثر من الإنسان في أي لون كان من ألوانه. اسم من الناس يفتحون عطارية رأس المحلة وبناهم 60 سنة هذا عطار رأس المحلة. تطلق من المجهولات 7,000 دولار. الإمام أمير المؤمنين موجود عليه الصلاة والسلام كان صفحة 30 سنة. يقول الله تعالى ما أعطاني لقمة حلوة وأنا الليل ما أعطاني أتعب أزرع وأكفع وأفعل وأكره. فكثير من الناس يهيئون أنفسهم للجمود، وفي الحقيقة هؤلاء الذين يهيئون أنفسهم للجمود هؤلاء يبقون جامد. أما إذا من يريدون الجمود لازم يكسرون الطور، يعني فوق الجمود، ويركبون القطار. فإذا ركبوا القطار فقد جاء الآن على اليوم ظهر تتساوى في الحقيقة. أنا وجدنا على القوة الرئيسية مع الأب ما شاء الله تحنا 70 أقوال من كل أنواع الأصحاب. فرضا نحن في بند القرى، وفرضا فلان صديق في فلان منطقة، فرضا فلان أخو صديق في فلان منطقة. إذا إحنا كنا منتشر في هذا كل واحد في منطقة صحيح نلاقي صعوبات، هذا لا شك فيه. حتى نحن أول ما جينا لقينا صعوبات. كل إنسان يلاقي في غير بلده وفي غير وطنه وفي غير مألوفه يلاقي صعوبات. أولاً أخلاق الناس صعوبة، ثانياً الغربة صعوبة، السفر قطعة من السفر، لماذا؟ لأن صعوبة. ثالثاً على أنه تعب بالحرب وقطاعات أو بالحرب الإهناء صعوبة. لكن هذه الصعوبات أخيراً تهيئ الأجواء الصالحة للعمل. الآن إذا 70 واحد أو 60 واحد كل واحد في منطقة من المناطق 60 في الكويت أو أكثر. إيش كثر منطقة اللي يختلف؟ إذا لله إيش كثر خدمة لله؟ إذا حتى لأنفسنا إيش كثر خدمة لأنفسنا؟ نتوسطنا هكذا نتحدث غير الأخوة ما يحصلون، لا يقبلون فيه ويقيمون ويركضون وراه وكذا وما أشبه، وهذا المسكين الآخر يقول لك الشمخمخ كما قلنا ذاك. الشمخمخ يقول ليس لي مال إذا قيل لمن ذا قلت مال ولقد أفلست حتى خل أكلي لعيالي. يعني تلميذ جائز للمفتر، فإذا عيال مفترين جائز هذا يموت ياكل. ولقد أهزلت حتى طاحت الشمس خيالي. الشمس شيء ضعيف ياكل التصوير. من رأى شيئا مخالا فأنا ذاك المخال. يصلح الشمس. هذه الطريقة ما تطعمني. سير بالطريق تمشي. كان عندنا صديق في العراق هذه أشد حالة من الضرر والبؤس. السلام عليكم. أقول أصر عليه بس وصار على أقول عمي شوف هاد زملاء قرناء أصدقاء كلهم تقدموا كلهم عندهم قيام كلهم عندهم جماعة كلهم عندهم أخلاق. أنا وصار على العدم بس أنا ما مصرين على العدم عندهم فلوس فالكويت صديق وياهم فالسعودي صديق وياهم فالعراق صديق وياهم فالفلوس من أبي فالشيء مثلا. لا هذه كانت أشد حالة من البؤس. هذا الطريق أمامي ليس. أكتب الحديث إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء 3. الأول الرجل الذي يدعو على زوجته. الله تعالى يقول جعلت طلاقها بيده طلقها. الوقت. كما قال المعلم من أصدقائنا البارحة ما تقول زوجته. تعالى دعا الشاف من زواجه وخسر 1000. هذا الشخص الأول الذي لا يستجيب دعاء. الشخص الثاني الذي يقعد في بيته ويقول اللهم ارزقني. الله يقول فتحت لك أبواب الرزق ورزقك. وإلا ما يستجيب. والشخص الثالث الذي يمرض ويقول اللهم شافه. الله يقول هذا تأكل معروف عشان هذا تأكل أنا خليه روح دولة المصير مقدس ما أدري شنو. كانت قدسنا مربوط جاي أذهان الناس أن عبادة من الغفاري مريض فقال له ألا تراجع الطبيب؟ قال الطبيب أمرضا مشللين بهذا أنا خليه شنو يقولون مولانا نصر الدين فريديون كان وياه هذا هيج قالوا يا ديش هذا أخذ ديش كبير تعب تركه بالشارع ديش فرى من الشارع أخذ من نسلتين فرد عصا وراء وضربه والديش ديش راضي يعاقب أصلا أنا ليش كذا أصلا يا شباب ديش ليه العجيب أن قبل أذان الصبح يفهم الأذان في ذلك الظلمة في تلك الظلمة، لازم يعرف الجادة هذا الواضح في النهار، يروح منا ومنا، وستسمع من الناس هكذا بالحقيقة، هذا الطريقة ما يمكن. الحقيقة أن الإنسان يجب عليه أن يفكر في هذين الشيئين تفكيرا تطبيقيا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إن أخلف ما أخاف عليكم النار اتباع الهوى وطول الأمل، هذا بالنسبة إلى العلوم، أما بالنسبة إلى نحن الطلبة إن أخلف ما يخاف علينا شيئان، وهذان الشيئان لا ممدوحان عند الله ولا عند النار. إن أخلف ما يخاف شيئان التنازع والجمود، وفي الحقيقة نحن والعياذ بالله مبتلون بكلا الشيئين إلى القمة، التنازع والجنون، ويصعب النظر إلى المقابل، إلى المقابل، لماذا مقابل؟ روح للمحراب يقول لا أنا مقابل، لماذا مقابل؟ تعصي الله تعالى، ترى صديق اعتريت عليه بالمحراب قال أنا مقابل، يعني تجديد الليالي وأنا ما أعرف، فأنت أستغفر الله، قلت عليه مش مقابل، إذني، دوق أموال النار، والعياذ بالله أعمال سيئة أخرى عدة، يشرب خمور، يلعب قمار، ما أعرف، أي مش مقابل، بس جنون. فزمان الأصدقاء صار عليهم التأليف، يقول لا أنا أحب التأليفات، أبو تأليف شنو؟ أنت تأليف التوكل بالله، ولو قالت لك أنت عشان عباس القومي بالنسبة يعني الله تعالى كتب فلسطين من شيخ عباس القومي يصير عباس القومي، وأنت نسيت، لا تنسى، الله تعالى كتب فلسطين صاحب الجواهر، صاحب الجواهر كتب لي فلسطين، ما في صاحب الجواهر لا أطلب. فمن الضروري علينا إن شاء الله تعالى في المستقبل أن نفكر فكرة ساعة خير من عبادة 70 سنة، لأن فكرة ساعة يغير في الحقيقة مسير الإنسان ومصيره، لا ذلك المسير ولا ذلك المصير يغير إن شاء الله.